مساء الخير مشاهدينا مشاهدي قناة المحور وفقرة جديدة من برنامجكم الطبيب. على الرغم من ان زمان واحنا متعودين كده وفي عاداتنا وتقاليدنا زمان عارفين انه الاكل كان مش صحي خالص، كان بيبقى مليان دهون كتيرة سمنة، مثلا اللحمة لازم يقولوا، حتى كانوا بيقولوا عليها مصطلح كده، دي فيها دهون كتير بيقولوا عليها ملبسة. ازاي انا مش عارفة كانت بتبقى حلويات، ازاي دي حلويات دي دهون ودهون صرف مش هينفع ان احنا نتصرف فيها، الا انه كان برضو عندنا حاجة تانية خالص بنتكلم عنها وهي انه الحركة بركة، كنا بنقدر نحرق الدهون اللي كنا بناكلها دي. لكن دلوقتي الوضع اختلف تماما، بقى في سوشيال ميديا، بقى في عربيه، بقى في تلفزيون، بقى في الافلام بتتعاد والمسلسلات بتتعاد 24 ساعه، فبقينا من البيت للكنبه، من الشغل للكنبه، ومن الكنبه للشغل. يمكن يا نور كلامك فعلا صح، وما بقاش في مقوله الحركه بركه دي خالص، ما بقاش في ثقافه المشي سواء بالليل او الصبح، لا الناس كلها بقت تكسل. يمكن فعلا كل مشوار حتى لو جنب البيت او جنب العماره بالعربيه، هنروح نجيب اي حاجه صغيره، يا اما نطلبها يا اما دليفري. نروح برضو بالعربيه، علشان كده الناس بقت حركات الحركه بتاعتها تقيله، فبالتالي بقوا يزيدوا في الوزن بسرعه اكتر من الاول. وفي الاخر الكل يجي يقول انا عندي سمنه، طب هي من ايه؟ طب الامراض اللي جايه لي دي كلها من ايه؟ لا يا جماعه، دي من السمنه، السمنه ام الامراض. هنتكلم بالتفصيل عن السمنه، اسبابها وعلاجها، وكمان احدث طرق علاج السمنه. لكن في البدايه خلونا نرحب بضيفنا وضيفكم دكتور احمد عبد الله، استشاري علاج السمنه، عضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه، وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه، وعضو الجمعيه الاوروبيه لطب القلب الوقائي واعاده التاهيل. منورنا دكتور ربنا يخليك يا رنا نور. يا دكتور ازيك، اهلا بيك ومنورنا. ربنا يخليك يا نورك، وحشنا والله. والله حضرتك بتوحشنا دايما. ربنا يخليك. حضرتك بتوحشنا وبتوحش الساده المشاهدين، علشان كده دايما على صفحتنا على فيسبوك في اسئله كتيره جدا، فدايما بنبقى عايزين نلحق نقولها. واول سؤال معانا نادي بس يا نور كده هتلاقينا على طول. يعني نقول سنه ودكتور احمد بس على طول هتلاقي الدكتور عبد الله موجود على طول. طيب يا دكتور احمد، مي بتقول ان هي عندها 40 سنه وعندها السكر وزنها 90 كيلو وطولها 165، فبتقول ايه العلاج اللي ينفع معاها؟ وهل لو السمنه دي راحت هل ممكن كمان السكر يروح، وخصوصا انه ناتج عن السمنه؟ طيب ده سؤال بقى حاجه مهمه جدا. انت سنك صغير، عندك مرض السكر، سواء هي ما قالتش هو اتشخص امتى. 40 سنه مش كتير خالص. ما احناش عارفين نتشخص معاها امتى. طبعا 90 كيلو دول وهي عندها 40 سنه، لو سابت نفسها هتخش في مثلث الرعب، السمنه والسكر والضغط، وكلهم عمالين يلفوا حوالين بعض وعمالين بيزودوا بعض. فبالتالي لازم تاخد خطوه ايجابيه انها تنزل في الميزان، لازم تكنترول الامور. عندنا ميزه جدا في استخدام الالياف الطبيعيه معاها، ان هي هتنظم لها السكر وفي نفس الوقت هتقللها في الميزان. طبعا دي مهمه جدا، تنزل في الوزن. هل السكر يروح او ما يروحش؟ ده موضوع ما نقدرش نحكمه. طالما عندها السكر هتبقى هي مريض السكر، ولكن السكر احنا دايما بنقول عليه هو صديق الانسان. يعني انت اهم حاجه في تظبيط السكر هو انك تكنترول وزنك. صحيح. وتكنترول الشهيه بتاعتك. فبالتالي وقت ما هي نزلت في الميزان، احنا بنشوف الناس بعد ما بتستخدم الالياف وبتنزل في الوزن، اذا كان يمكن 3 ارباع جرعه الانسولين بتقل او الادويه بتاعت السكر بتقل. فبالتالي لازم تبدا، وطبعا هتتحكم في كل حاجه، ومرض السكر نفسه هتقدر تطلعه. حاسس ان هو اتحسن او قدرت ان هي تتعامل معاه. طبعا طبعا طبعا. طيب في سؤال من مدحت بيقول ان هو عنده 33 سنه ومش متجوز، وزنه 120 كيلو، خايف السمنه تاثر على الانجاب، وعايز ينزل في وزنه قبل ما يتجوز او ياخد الخطوه اصلا. تعرفي ان دلوقتي اصبح دلوقتي حتى بيجوا لنا في العياده الناس المقدمه على الحقن المجهري وهم سلام، هو مجرد ما هياخدوا منه عينه او هياخدوا منه اي حاجه بيبدا يفكر في انقاص الوزن، او دكتوره بيقول له بتاع الذكوره روح انزل في الوزن. انزل في الوزن. يعني في اسباب كتير بيقولها دكاتره الذكوره على السمنه، او السمنه في منطقه الخصر اللي موجوده في منطقه الخصر وتاثيرها على تكوين الحيوانات المنويه والكلام ده كله. المهم طبعا جسمك في ستريس فظيع، 120 كيلو انت وزن كبير جدا. طبعا واضح ان شهيتك مفتوحه على الاكل عشان توصل ل 120 كيلو. ما طبعا يعني ما يجي ممكن واحد يجي يقول لك مثلا 120 كيلو اصلا ما باكلش كتير، ما يعني مستحيل. جم منين؟ انت او اكلت فتره من الفترات كتير جدا فانت وصلت. فالمهم انك تقدر تنزل في الميزان بتاعك طبعا، عشان يعني كله بقى رجاله وستات، عشان ما تخشوش في فكره تاخر الانجاب. صح. ومشاكل الانجاب، يبقى انت بالتالي او انت بالتالي لازم تنزل في وزنك.
هنا الالياف هتساعده الى حد كبير جدا برضه. هو تفكيره ايجابي جدا بصراحه، وينظم ان هو يفكر طبعًا. حتى قبل ما يخطب طبعًا. او يتجوز. ما ده المهم، احنا دايما بنقول دايما للامهات دي حتى بالذات، دي الثقافه اللي عايزينها تنتشر. البنات اللي عندها 16 و17 سنه وفي الجامعه وهتخلص الجامعه وتبقى مقدمه على الزواج، ما تستنيش بقى لحد ما البنت تبقى قدامك عماله تدخن وتزيد في الوزن وبعدين تقولي بعد كده ده حصل تاخر وكده. فطبعا لا طبعا لو مجرد استخدام الالياف معاه هيتفرق معاه كتير جدا ان شاء الله. طيب الاقبال من الرجال، علشان انا بحس ان حلقه السمنه الستات مركزه فيها. الرجاله دلوقتي اقتحموا مجال علاج السمنه والتجميل والجيم، كل صح كل التخصصات، وكله عاوز يبقى يعني بادي بيلدر وجسمه جميل وكده. احنا يا دكتور اللي كنا بنطلب بالمساواه مش معقول، مش معقول كده. لا خلاص هم بقوا في مساواه، بقى اجسامهم حلوه برضه. جميل. طيب اشرف بيقول ان هو وزنه 135 كيلو، جرب كل انظمه الدايت ومش عارف يخس، عنده طبعا احباط من تكرار وفشل انظمه الدايت معاه. المشكله ان الوزن مأثر على رجليه وهو لسه عنده 42 سنه بس، وعايز طبعا يعرف طريقه استخدام الالياف بتكون ازاي. طيب بالنسبه للاستاذ اشرف، هو مشكلته كلها ان هو بيقول انا جربت كل الانظمه الغذائيه على اعتبار ان هو فعلا جرب وكان ملتزم وما بينزلش، يبقى لازم نستبعد الاسباب المرضيه اللي بتشمل غده درقيه، فمحتاج شويه تحاليل ومحتاج نشوف الامور بالنسبه له. وقت ما التحاليل كانت سليمه وتمام طبعا هيقدر يستخدم الالياف. ودايما احنا بنتكلم على الناس اصحاب السمنه المفرطه، دايما بنقول ان هم معدتهم كبرت وبالتالي بقت تستوعب كميات اكبر من الاكل، فبالتالي احساس الشبع بتاعهم بيحصل بعد ما بياكلوا كتير طبعاً. يعني انت ممكن تشبعي مثلا بعد فتره بالظبط، الامتلاء عايز كميات كبيره من الاكل، وهنا بالذات هم دول تارجت الناس اللي وزنهم كبير قوي دول او عندهم سمنه مفرطه، عاوزين نقفل المعده. اسمه استاذ اشرف. مظبوط استاذ اشرف، هي الفكره كلها المعده الكبيره دي احنا عاوزين نملاها بحاجه ما يكونش ليها سعرات حراريه، ما يكونش ليها يعني عدد سعرات حراريه فتملى معاك او كده، عايزين حاجه تملى معدتك وتخليك حاسس بالشبع، فكميه الاكل الكبيره اللي كنت بتاكلها مش هتاكلها. هو ما فيش اي حاجه، الالياف دي بيقلبها في الميه وبياكلها زي الزبادي كده، وبيشرب وراها كوبايتين ميه، فبتكبر في المعده وتشغل ثلاث ارباع حجم المعده، يتبقى ربع حجم المعده اللي موجود فيشبع بسرعه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين حتى نوضحها له بشكل أكبر عشان يعرف طريقة الاستخدام بالظبط بشكل أكبر. هنا الفكرة كلها إن هي الكوبايتين دول زي المعدتين كده بالظبط، هو إحنا بنفضي الألياف على المية وبنفضيها على طبقة الدهون، فهي بتشرب كميات كبيرة من المية وبالتالي بناكلها زي الزبادي أو زي الجيلي، بمجرد ما نشرب وراها كوبايتين ثلاثة مية بتكبر أكتر، فبتشغل حتى الإجابة على أستاذ أشرف بالذات اللي هو وزنه 135 كيلو. مصر. هنا دي الاجابه واضحه جدا، انت هيتخيل هو شخصيا ان دي معدته او هي اكبر من كده طبعا بكتير، بس الفكره كلها ان انت لما بتملي الالياف فبتملى فبيتبقى الحته الصغيره من الكوبايه اللي انت شايفاها دي، برضه نفس الفكره في معدته، هيبقى فيها جزء صغير هو المتبقي، فبالتالي هيشبع بسرعه من كميات اكل قليله. انت عايزه تعملي حاجه تقعد في المعده، ما تنزلش بسرعه من المعده، ما تبقى سايل، وبالتالي برضه ما يكونش ليها ما تمتصش، هي تنزل يا دوبك هي تخش كده تعمل تقعد في المعده شويه فالتنيكي حاسه بالشبع وبعدين تقوم نازله بدون امتصاص كانك ما اخدتهاش. هي نفس الفكره دي فكره الالياف، وانت بتقلبي كده بتزداد سمكها او لزوجتها وبتاكليها وبعدين تشربي وراها كوبايتين ميه. دايما بنكرر او بناكد على الناس اللي عندها سمنه مفرطه واللي منهم الاستاذ اشرف انه هياخد حوالي 4 كوبايات ميه او لتر ميه. الناس اللي وزنها اقل من 90 كيلو 85 كيلو يقدروا ياخدوا كوبايتين، الناس اللي مثلا من 90 ل 100 3 كوبايات ميه حسب السن. على طول يا دكتور على طول المطاف، يعني الميه اصلا بتكون مفيده للجسم عموما، فكترها مش بس كمان في الميه انها تشغل حجم كبير من المعده. ايوه مظبوط. الكوبايه الثانيه او المعده الثانيه فيها طبقه الدهون او الطبقه الزيتيه، الالياف بتمتصها وبتنزل بيها على الاخراج بدون امتصاص. طبقه الزيوت اللي كنا شايفينها في اول الكوبايه او في اعلى الكوبايه كبيره بتقل جدا مع الالياف، فبالتالي بيبدا يبقى طبقه زيت او طبقه دهون قليله جدا. فانت كونتي حاجه قعدت في المعده فتره طويله فشبعت اي حد عنده شهيه مفتوحه، وفي نفس الوقت قللت الدهون اللي هو بياكلها او نزلت الدهون بدون امتصاص. تمام. طيب دكتور احمد، في سؤال من امينه بتقول لو سمحت، ان هي بتقول يعني وزنها 95 كيلو، طولها 163 سنتي، عايزه تاخد الالياف بس خايفه لاني عندها كبد من 10 سنين، هل العلاج ممكن ياثر على الكبد ولا لا؟ تقصد العلاج ولا الالياف يعني؟ احنا طبعا هي ما وضحتش هي عندها كبد، هي يعني مشكله في الكبد هي متحكمه فيها وخلاص، شوف هي اتمنها ولا لا. المهم
احنا ما احناش كيماويات، ما عندناش مشكله خالص مع مشاكل الكبد، لكن اذا كانت بتتكلم على السمنه نفسها اكيد بتاثر على الكبد. الكبد الدهني النهارده اللي كنا فتره من الفترات زمان صحيح. بتعملي سونار يقول لك والله ده انت عندك شويه دهون على الكبد وكبر دماغك مفيش حاجه، ده المصريين كلهم كده. اثبتت العلم كله ان الدهون على الكبد ليها على الوقت الطويل صحيح بنسبه قليله يعني ليها مشاكل صحيه بتؤدي لتليف الكبد طبعًا. وبالتالي طبعا لازم تنزلي وزنك، لازم تاخدي اجراء، وخاصه ان انت عندك الكبد اصلا كان في مشكله فاكيد كفاءته مش زي كفاءه الكبد السليم طبعًا. فبالتالي لا ارحميه من زياده الوزن، حاولي تقللي من كميات الاكل، عندك الاراده قويه انا مثلا ما عندكيش استخدام الالياف هيساعدك على ده، يعني تستخدم الالياف مش هيحصل اي مشكله خالص تمام. اما بقى سمير يا دكتور فرسالته عن والدته بيقول ان هي عندها 65 سنه ووزنها 130 كيلو ما بينزلش ابدا ومش بتقدر دلوقتي تتحرك غير بسيط، هل العلاج ينفع لكبار السن وكمان والدته بتعاني دايما من الضغط المرتفع؟ طبعا ينفع لكبار السن، ده موضوع ما فيهوش اي مشكله خالص، مفروض احنا ده برضه بنرجع ونكرر ده حاجه طبيعيه، الياف غذائيه ماهيش كيماويات فينفع تاخدها. مريض الضغط بيستفاد منها بقوة لأن الألياف بتمتص قدر كبير من المية اللي موجودة في الجسم أو اللي اتخزنت في الجسم بصورة غلط نتيجة العادات الغذائية الغلط. امتصاص المية عن طريق الألياف بتنزل كميات كبيرة جدا من المية، المية دي حتى بنلاقي الناس أو المرضى بيجوا بعد كده عندهم شعور أكتر نشاط وأكتر حيوية نتيجة المية دي تخلصنا منها. الضغط بيتظبط بشكل دايركت عن طريق نزول، بشكل اندايركت او بشكل غير مباشر عن طريق نزول الوزن، كل 10 كيلو هينزلوا معاهم حوالي 5 درجات من الضغط، فبالتالي ممكن ال 140 هيبقى 135 وهيتحسن اكتر واكتر. والحاجه الثانيه كمان اللي له تاثير مباشر الاستخدام الالياف بيمتص قدر كبير من الميه فبيقلل الضغط برضه. تمام. طيب في سؤال من مي بتقول ان هي عندها سكر واكلها غير منتظم، زايده في الوزن 20 كيلو، كانت 75 ووصلت دلوقتي ل 96، ومن شهر بدات تشتكي كمان من الم في ظهرها من بعد الوزن بان في الم مستمر على طول، ايه الحل؟ طيب في المشكله الكبيره اللي هي بتقولها اللي واضحه لي من السؤال ان هي بتاكل بشكل عشوائي. تمام. الاكل بشكل عشوائي بيخلي الجسم ما يحرقش. ايه اللي شكل عشوائي؟ اللي هو بيقعدوا طول اليوم ما ياكلوش ما ياكلوش الا مره واحده بالليل. صحيح. الناس اللي بتاكل في توقيتات مختلفه، النهارده الساعه 8، بكره الساعه 12، بكره وحسب ما بيجوع او حسب ما بيجوع. حاول تثبت مواعيد اكلك وحاول تتعامل مع الجسم بمواعيد ثابته، فالتعامل بمواعيد ثابته ده هيخلي الجسم يبقى عارف كويس جدا ان الطاقه بتاعته جايه له في التوقيتات دي، فمش محتاج يخزن. هو هيخزن ليه؟ انا فطرت وشويه واخدت حاجه خفيفه، شويه اتغديت، شويه حتى حاجه خفيفه، وبعدين اتعشيت. التتابع ده بيخلي الجسم في حاله دايما هو مش عاوز يخزن، ما انا جاي لي الطاقه بتاعته. انا ما عنديش مشكله، فبالتالي هو في حاله دائمه. بنلحقه على طول. في حاله دائمه بالظبط، في حاله دائمه من التمثيل الغذائي والحرق ما بيخزنش اكل. السكر هيساعدها استخدام الالياف هنا بالذات، الناس اللي عندهم سكر ارحب قوي كمان انه بيستخدموا الالياف اكتر. تمام. لان انا بشتغل عن طريقتين، ان انا بظبط السكر وبنزل الوزن. طيب احنا حقيقة يا دكتور دلوقتي معانا مكالمة تليفونية من احدى القصص اللي قدرت انها تتغلب على السمنة او في طريقها انها تتغلب على السمنة تماما. معانا مكالمة من استاذ احمد. الو يا استاذ احمد مساء الخير. استاذ احمد الو الو ايوه مساء الخير. مساء الخير يا استاذ احمد، ازي حضرتك؟ بخير يا فندم، مساء الخير تمام الحمد لله. اهلا وسهلا بيك. وفي البدايه كنت عايز اسالك يا استاذ احمد، انت بتستخدم الالياف الطبيعيه بقالك قد ايه؟ والله انا بقالي يعني مده صغيره مش كبيره قوي، حوالي 20 يوم كده. 20 يوم. طيب تقدر تقول لي كان وزنك قبل استخدام الالياف كان قد ايه؟ والله هو كان 125 كيلو. ايوه. إيه وزنت نفسي من قيمه اسبوع كده كان بقى 117. 117 كويس جدا جدا. طيب كنت بتعاني من اي مشاكل او كان في اي عقبات واقفه قدامك بسبب السمنه اللي عندك؟ ايوه طبعا، تقول في الحركه بطء، يعني حاجه صعبه جدا بصراحه يعني، والالياف ساعدتني لحد كبير يعني، بقيت بخف، احس بخفيه في الحركه. ايوه. التحكم في الشهيه فرق كبير يعني بصراحه، ومنتج جميل جدا يعني. جميل جدا. طب ايه اكتر وقت كنت بتحب تاكل فيه قبل ما تستخدم الالياف الطبيعيه؟ هو طبعا بالليل. بالليل كنت بحس بجوع بالليل، وقت يعني عندي سنة عشاش خالص. بديل القمح ده ساعدني برضه بحد كبير يعني، الحمد لله يعني، الحمد لله يعني.
كويس جدا. طبعا المشكله كلها اكيد كنت بتقعد في الشغل طول اليوم وبتاكل بالليل كتير. ايوه كنت باكل بالليل، كان الشغل بيضيع وقتي، ويعني كنت باكل بالليل كتير. وبعدين النقنقه دي يا دكتور بقى النقنقه دي مشكله طبعا. مشكله المشكله دي طبعا. لا حلو، يعني هو ده اهم حاجه ان انت تكون اتحكمت في شهيتك. واحنا دايما دايما بنوصي بنظام غذائي حاول تمشي عليه اكتر، عشان تانينا محافظين على جسمك، جسم قادر على الحرق، تخس وفي نفس الوقت جسم قادر على حرق اي اكل بياكله، فبالتالي التانيك محتفظ بصحتك يعني. تمام يا فندم. من ماشي عليه اصلا نظام الورقه الغذائيه ماشي عليها، وثابت معاك اكلي الساعه 5 كده بتغدى ولا حاجه، وبالليل نفس النظام. ممتاز، جميل جدا، ممتاز يا استاذ احمد. الحقيقه احنا فرحانين ليك وبيك جدا، وان شاء الله تكلمنا في الفتره اللي جايه وتقول لنا انك وصلت للوزن اللي كان نفسك توصل له من زمان، كل ده مع الالياف. الرقمين اللي احنا سمعناهم حلوين قوي، في 17 يوم 7 كيلو وتقريبا في 20 يوم 8 كيلو، وبقت الارقام ان في الشهر 6 كيلو 7 كيلو 8 كيلو. الرقمين دول عشان لو لما اتكلمنا معاهم قال لك انا باكل بالنظام الغذائي، التزام بالنظام الغذائي، وبالتالي انتظامك على الاكل مع تقليل الشاي عن طريق الالياف هيساعدك انك تعمل ارقام حلوه قوي وتخلص بسرعه من مشكلتك. فالفكره كلها احنا مش عايزين ناس تتحرم من الاكل، احنا عايزين ناس تاكل بشكل منتظم وبالتالي يقدروا يوصلوا لهم عايزينه. طيب احنا معانا مدام سلمى. الو. الو، اهلا بيكي مدام سلمى. انا معاكي يا ماما. استاذنك تعلي صوتك شويه. تحت امرك. قولي لي يا مدام سلمى، بتستخدمي الالياف من امتى؟ بستخدمه من 20 يوم. طيب في ال 20 يوم دول حاسه باختلاف في ايه؟ حاسه اختلاف جامد. نزلتي في الوزن قد ايه طيب؟ نازله يطلع 5 كيلو. كام؟ 5 كيلو. 5 كيلو. طيب تمام. كنتي اكتر وقت بتاكلي فيه امتى؟ ما لا اكل منه في قبل العصر كده، غدايا الساعه 4 على طول، الساعه اتغدى وما اتعشاش على طول. يعني بس حاسه ان الالياف في ال 20 يوم دول خلتك مثلا يعني تخطيتي النقطه دي. بس كنت بقدر اقف على ركبي ولا اقف على رجلي، دلوقتي بقف وامشي، اما دلوقتي يعني مستريحه وجسمي مستريح طبعا عليهم. أكيد. ما كنتش اقدر اقف 12 ساعة، دلوقتي انا شغالة بقف 12 ساعة على رجلي 100 100. طب الحمد لله. طب انت عندك اي سؤال عايزة تسأليه لدكتور احمد؟ اي عايزة اسأله يعني. انا عادي مثلا لو كلت اي اكل ما فيش مشاكل يعني الالياف بتحرق؟ لا، لازم تاكلي كميات اكل، لازم تاكلي كميات اكل قليلة اكتر من اللي كنت بتاكليها قبل كده. يعني بمعنى لو كنت بتاكلي رغيف عيش في الفطار تاكلي نص. لا ما باكلش ربع، انا باكل دلوقتي ربع رغيف. كويس قوي. لو كنت بتاكلي طبق كويس، لو كنت بتاكلي طبق رز تاكلي النص. فبالتالي لازم تقل ربع رغيف. حلو حلو حلو. كويس جدا. دلوقتي باكل ربع رغيف دلوقتي. تقدري تاكلي من كل حاجه انت بتحبيها ولكن كميات قليله. انت عايزه تاكلي ايه؟ كل حاجه. ايه اللي انت بتحبيه عايزه تاكليه يعني؟ انا بص اكل ضعيف يا دكتور، بس جسمي بينزل بصعوبه. لا ما ده كده كويس قوي، فين الصعوبه بقى؟ يعني انت يعني الخمسة كيلو حلوين جدا في 20 يوم، لو كملتي هتوصلي اللي انت عايزاه ان شاء الله. بس يا دكتور بينزل بصعوبه مش بينزل بسرعه. الرقم يعني الرقم اللي انت نزلتيه لو نزلتي 5 كيلو في 20 يوم ده مش جسم بينزل بصعوبه، ده جسم بينزل يعني كويس جدا. يعني مش بينزل بسرعه يعني، لا بينزل بصعوبة جدا يعني. لا لا يعني انا عايز افهمك حاجة، انت جسمك كده بينزل كويس جدا مش بصعوبة. بالظبط. لو نزلتي 5 كيلو في 20 يوم فانت جسمك بينزل كويس جدا. اهم حاجة بس يعني انت لو قعدتي قد الفترة اللي انت قعدتيها دي 4 مرات هتنزلي 20 كيلو. صح. فهتتخلصي من الموضوع يعني. أكيد. فجسمك بينزل كويس. عايز اقول لك حاجة يا دكتور، قوليلي. انا ما باكلش رز ولا مكرونة، لا باكل رز يعني طبيعتي، لا باكل رز ولا مكرونة، بس كنت باكل عيش، كنت باكل رغيف العيش الصبح ورغيف عيش لاخر النهار العصر في الغداء. حلو. انت قللتي بقى، قللتي دول فده كويس. خليتي ربع رغيف. انت التزمي ربع رغيف. كويس قوي. دي حاجه كويسه طبعا انك تنزلي الربع رغيف يا مدام سلمى، وكملي واستمري وخليكي ان انت ملتزمه بالنظام اللي مبعوت لك طبعا مع الالياف، وان شاء الله توصلي الوزن اللي انت عايزاه. بنشكرك يا مدام سلمى، شكرا جزيلا.
للاسف يا دكتور الوقت جري بسرعه كالعاده. مدام سلمى الحقيقه صوتها جميل و... بس هي حققت انجاز طبعًا ان طبعًا. ربع رغيف ده انجاز طبعًا ربنا طبعا يحقق لها اللي هي بتتمناه في نزول وزنها. مشاهدينا وصلنا معاكم لنهايه فقرتنا، كان منورنا ومنوركم النهارده دكتور احمد عبد الله استشاري علاج السمنه وعضو الجمعيه الاوروبيه للتغذيه الاكلينيكيه والسمنه وعضو الجمعيه المصريه للتغذيه الطبيه. نورتنا يا دكتور احمد. متشكر جدا. شكرا لك. ميرسي يا دكتور احمد لوجود حضرتك معانا. ومشاهدينا انتظرونا فقرات مفيده ومميزه دايما من برنامجكم الطبيب.